أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإذ كففت
قال عيسى ابن مريم
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون قال سبحانك إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. خلقكم من طين ثم قضى وأجل مسمى عنده ثم تمترون. وهو الله في السماوات وفي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
صدق الله.